الثعبان فحفح أخضر وصغير، من صغر حجمه لم يره أحد من قبل. يزحف على الأرض على علو منخفض، يتوقف ليتحدث مع الحيوانات، لكن لا يراه أحد، وكل ما يراه فحفح حوافر وسيقان، وذلك لا يشجع فحفح على التعرف على شيء. وكلما نادى أهلا يا من فوق، نادرا ما يأتي الرد إذا جاء. في ليلة الليلاء كان فحفح يقرأ كتابا، وفي إحدى الصفحات عثر على المراد. رأى صورة عليها بالونة حمراء وبراقة في حجم القمر. قال فحفح: وجدتها، سأصعد إلى السماء وأنظر إلى كل المخلوقات في عينيها. فكر هكذا وابتسم وأطفأ الأنوار واستلقى في الظلام ونام في هدوء. وفي اليوم التالي اشترى بالونة من كلب عجوز، أضاف إليها فحفح سلة وبعض الحبال، وعلق بعض أكياس رمال ليكمل الجهاز، ثم دخل فيها وحملته نسمة هواء، ووصل لنقطة ليست أعلى من أرجل بقية الحيوانات، فصرخ أهلاً، لكن لم يسمعه أحد. يجب أن يرتفع أكثر، ألقى بعض الأكياس وارتفع إلى أعلى، ارتفع ارتفع قبل أن يمر بأنف هذا الدب. أخيرا لاحظوه وألقى السلام مقدما ذيله قائلا: أهلا أنا فحفح. لكن حدثت مشكلة، فقد استمر في الصعود. ماذا يحدث؟ تساءل فحفح وهو معلق في الهواء. شعر الجميع بالقلق عندما استمر في الصعود. كاد فحفح أن يختفي وأصبح نقطة في السماء، إلى أعلى فأعلى، حتى مر بطائر. ثعبان في سلة؟ هذا حقا غريب. مر في السحاب ومن فوقه نجوم. ما هذا؟ إن هذا حقا جنون. بعد عدة ساعات وصل إلى القمر، وأنواره مشعة ألوانها فضية، وانفجرت البالونة وانطلقت في الفضاء في كل مكان هنا وهناك، واقترب كثيرا من النجمة المدببة، وتمنى لو أحضر بقية عدته. اندفعت البالونة بسرعة مصدرة صوتا محرجا، وأخيرا هبطت على أرض ناعمة. جاءت الحيوانات مسرعة تصيح مهللة عندما شاهدت البالونة على الأرض. احتار فحفح في الموقف وسأل لماذا كل هذا، وأجاب الدب بصوت كالرصاصة: لم يحدث من قبل أن صعد ثعبان إلى القمر، خاصة في بالونة. يا له من إنجاز. واحتفلوا حتى الصباح بهذه المناسبة، الثعبان فحفح من رواد الفضاء الفرسان، وأصبح فحفح بطلا والناس كلها تحبه، ولم يعد كما كان يتم تجاهله.